صلوا جميعا خلفه. صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا. أقام البرق إلا ومضه، ما الستر إلا ظله، ما الغيظ إلا قيده، أما الهوى لما خيره. صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا. أصله فقد نعائم غدره، أهل السماء جنوده، كل الملوك عبيده. صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا. والشمس تتبع عمره، والله رفع ذكره، والخلق أجمع تحته. صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا. يا طيب يعدل عرفه، يا سعد من قد زاره. وشفى القلوب بنوره، ورأى الإله بعينه. صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا. أحببت أشرف خلقه، وقد اهتززت بمدحه، ولا أنبياء من قبله، والله تحت لوائه. صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا. من مثله في روح. إن مولانا الحطم التجاني رضي الله تعالى عنه يقول: لا يأخذ وردنا هذا إلا سعيد. وهذا كلام صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي ألفا دخل الجنة، أو زاحمت كتفه كتفي عند باب الجنة. والمريد التجاني: ما من أربعة أيام تمر عليه إلا وهو يصلي على النبي 1000 مرة ويزيد عليه 12. معنى الاثنى عشر هذه زيادة تسمى بونيس. فكلما مرت 4 أيام إلا ويجدد له دفتره واسمه من في الجنة، ما يسمى باللغة اللاتينية رنيوي، يقال فلان من أهل الجنة. وهذه قولة يقولها العارفون بالله، وهي قولة ثابتة: من صلى عليه 1000 دخل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. مولانا الختم التجاني رضي الله تعالى عنه قيد هذه الكلمة: من أخذ وردنا هذا دخل الجنة، ما لم يأمن مكر الله. ما لم يأمن مكر الله فليكن من العاملين بالسنة والقائمين على كتاب الله، وليكن من أهل التحقيق لا من أهل الحقيقة المزورة التي هي في حقيقتها إنما هي عق وعقيقة ليست بحقيقة. نعم. تلك الدعاوى التي يدعيها أصحابها بأنهم وصلوا إلى مقام تسقط عنهم الفرائض وغير ذلك، فهذه خرافات لا أصل لها في الشريعة. ومولانا الختم التجاني بريء منها، وصاحب الفيضة بريء منها، وجميع خلفاء مولانا الختم التجاني رضي الله تعالى عنه، بل جميع الأولياء بريئون من هذه الخرافات. وإخوة الإيمان، لا نطيل بكم المقال. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قيل في حقهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولكن نريد فقط أن نظهر ما في قلوبنا من الفرح والسرور. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا بالإسلام، الحمد لله الذي آخانا بالإيمان بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وحبيب الحق، مولانا وقوت أرواحنا، شفيعنا يوم القيامة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي أكد تلك الأخوة الإيمانية بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بحمد الله تعالى قد خاللنا إخوانا فضلاء وفطناء وكرماء الحمد لله رب العالمين الذين رزقنا الله سبحانه وتعالى لقياهم بهذا التكوين المبارك. تقبل الله أعمالنا وألهمنا الفهم في دراستنا ورزقنا بعدما تعلمنا فائدة التعليم ألا وهو العمل به. الحمد لله رب العالمين قد اجتمعنا في هذا المعهد المبارك وحان الآن أوان الفراق، ولكنه والله فراق أبدان وأجسام، وفي الحقيقة ليس بفراق. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في دار الليين، ونشهد إخواننا الشاهدين الحاضرين المغاربة بتجديد محبتنا إياكم. أنتم أهل النيجير، نيجيريا والنيجير، نقول تجديد لأن هذه المحبة لم تبدأ منا نحن هؤلاء جالسين هنا، بل نشأت هذه العلاقة الروحية الدينية منذ أشياخنا الكرام القدماء كمثل شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا فخر الأمة والإسلام المجاهد الأكبر الجامع بين الشريعة والحقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ألا هو الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي التجاني رضي الله عنه. حين قدر سبحانه وتعالى أن ينزل في أرضكم الطيبة أرض النيجيريا المبارك تبارك الله وما حولها، وعامل أهل بورنو وسوكوتو وما إلى ذلك وغير هاتين القبيلتين، كانت له علاقة متينة قوية جدا ممزوجة بالمحبة لله في الله وبالله بينه وبين علماؤنا الأجلاء كمثل الشيخ عثمان فوضي رحمة الله عليه وابنه الخليفة الشيخ محمد بلع تبارك الله وغير هذين من الإخوان والعلماء هناك، حتى ذريته باقية هنالك حتى الآن في نيجيريا. أكيد. ثم بعد ذلك تجددت هذه العلاقة ثانية على يد شيخنا ومولانا الحاج إبراهيم بن عبد الله نياس رضي الله تعالى عنه الذي علاقته وبين أهل نيجيريا كما يقال في حديث ولا حرج لا يخفى على كل من له أقل وأدنى قليل من العقل هذه العلاقة الروحية تبارك الله، ولم تنشأ إلا لله. أكيد. فلهذا لا يوجد شيء يقطع هذه العلاقات أو هذه المحبة بيننا. إذن علاقة السنغال ونيجيريا ونيجر علاقة قديمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا برعاية هذه العلاقة تبارك الله، ونشكر الجميع ونشهدكم بأننا نحبكم والله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ونعتذر أيضا رفع أصواتنا أمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ننساكم أبدا ولا تنسونا في صالح دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضكم من بعض فيأمر فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. إخوة الإيمان، هل نقرأ صلاة الفاتحة 7 مرات ولقد جاءكم 3 مرات؟ فليس بهناك شيء، فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن ولي آمين. آمين.
آمين. اللهم إنا نسألك بفاتحة الفاتحة الخاتمة حسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو يا رب. آمين. 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 اللهم عجزي الحق بالحق ولا دين صراطك المستقيم وعلى آلي وقدري ومختاري العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.